السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعينا على قناتنا طقس الفلاح. تحية طيبة للجميع وتحية طيبة للجميع متابعينا عبر تراب الوطن. اضطرابات جوية عاصفية وقوية، عواصف مدارية استوائية قوية جدا من المستوى الأحمر سوف تضرب المغرب بأمطار خير قوية، وقد تشكل أمطار وسيول خلال الأيام القادمة مع انخفاض قوي في درجات الحرارة وتحذيرات جوية مبكرة خلال الأيام المقبلة. إخواني الكرام، 90% يشاهدون القناة ولا يدعمون المرج، دعمنا إخواني الكرام. وأذكر الأشخاص الذين إخواني الكرام إذا نسيتم أو شيء ما هذا القبيل، المرج دعمنا باللايك والاشتراك في القناة وترك تعليق محفز لكي نستمر في نشر المزيد. الخوت جداد لكي يشوفون أول مرة، ما تستاوش تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، وشكرا لكم جزيل الشكر. بارتاجي واخوتي هذا الفيديو راه مهم جدا. والان سننتقل للتفاصيل. مساء يوم الثلاثاء في اخر تحديثات نماذج الطقس العالميه، تشير النماذج اخواني الكرام لاحتمال الاضطرابات الجويه الرعديه متواصله اقصى الاقاليم الجنوبيه المملكه وكذلك على اقليم اوسترد، تساقطات مطريه متواصله على المناطق التاليه وخصوصا منها المناطق تبانت ان شاء الله وكذلك اسول إملشيل الريف. فقط مجرد بدايه اخواني الكرام، هناك اضطرابات وعواصف مداريه متواصله وقادمه بشكل قوي خصوصا على المناطق التي سنقدم لكم اخواني الكرام، ستفاجئكم بحول الله. اسال الله التبات لهذه الخيرات. امطار حاضر على غورامة والريش وكذلك تندراره ومعتركه ضد الحاج وسكور مداز افران ميسور والماس والرماني وتزم الخميسات مكناس وفاس والريف وكذلك تهلا وتازا وتونات وقرية أبو محمد وزان وإيساقن أكنول ومناطق قرسيف وتاوريرت وشفشاون وأجرادة وعاطف ومعتركة وضد الحاج وتندرارة. أمطار وزخات رعدية متوقعة قوية، وخلال الفترة المسائية توقع أن تخف تدريجيا. خلال يوم الأربعاء أمطار وزخات رعدية متوقعة على قلميم وكذلك طنطان والزاق وأسمرة قد تعرف تساقطات مهمة. وخلال يوم الأربعاء اضطرابات جوية متواصلة على الواجهة المتوسطية لكن تبقى ضعيفة محليا، لكن خلال الأيام القادمة يتوقع دخول عواصف استوائية قوية من المناطق التي سنقدم لكم في هذا الفيديو، فضروري مشاهدة الفيديو إلى النهاية لكي تعرفوا توقيت دخول هذه الأمطار والمدن المعنية بهذه الاضطرابات الجوية القوية من المستوى الأحمر والبرتقالي. يوم الخميس خصوصا على مناطق الشمال الشرقي أي إخواني الكرام، يوم الخميس 19 من هذا الشهر، المناطق المعنية إن شاء الله فهي كالتالي: غرامة أو غورامة مشاهدينا الكرام، وكذلك بوعنان والرشيدية وميدلت وميسور وطات الحاج وكذلك معتركة وعاطف سكورة متازة وتندرارة إن شاء الله وقرسيف وتازة تهلا تاونات وساكا وكذلك تاونات وقرية أبو محمد وإيساق وتريوش والناظور، قد تعرف تساقطات مطرية قد تكون ضعيفة. خلال توقعات الفترة المسائية من يوم الخميس فالأمطار الرعدية مازالت متواصلة على مناطق الواجهة المتوسطية الحسيمة وتطوان طنجة وشفشاون إيساقن وسكة وأكنور ووجدة وجرادة وتازة وسكورة متاز إفران ميدلت، أمطار تبقى ضعيفة نسبيا. لكن خلال توقعات يوم الجمعة أمطار وزخات رعدية حاضرة على السمارة إن شاء الله، ستعرف أمطار رعدية غزيرة قوية محليا كما تشاهدون إخواني الكرام في آخر التحديثات التي صدرت من النموذج الأمريكي أو الأوروبي عفوا. بالنسبة لتوقعات يوم الجمعة، يوم الجمعة اضطرابات جوية فقط مجرد بداية إخواني الكرام لدخول هذه العواصف الاستوائية القوية، سوف تمتد لعدة أيام مشاهدينا الكرام، فهذه مجرد الجبهة الأولى، هناك جبهات أخرى ما زالت قادمة. في هذا الفيديو النيت إخواني الكرام سنعطيكم المناطق المعنية بالتفصيل. يتوقع بإذن الله يوم الجمعة 20 من هذا الشهر تساقطات مطرية على الزاق، أمطار عاصفية إن شاء الله لطاطا وكذلك مرزوقة فومبزقيد وأشت وزقورة وبرززات وتليوين. يتوقع استمرار رمضي الأمطار القوية جدا من المستوى الأحمر إخواني الكرام على مناطق زقورة فومبزقيد إن شاء الله، وقد تصل حتى طاطا إن شاء الله هذه التساقطات المطرية الجد القوية والعاصفية إن شاء الله على السمارة متواصلة. لكن خلال توقعات يوم السبت يتوقع دخول اضطرابات جوية قوية كذلك على مناطق أقاليم جنوبية المملكة وخصوصا على مناطق أوسرد والأقاليم الوسطى للمملكة كذلك على أبو عرفة، ويتوقع خلال يوم الأحد دخول أمطار عاصفية وغزيرة كما تشاهدون إخواني الكرام، طقس عاصفي وجدا على العديد من مناطق المملكة. والمناطق إن شاء الله المعنية فهي مناطق تلي أشت وطاطا وقلميم وطنطان وطرفاية والجرفية وكذلك الزاق وإن شاء الله السمارة وبكراع وبوجدور وكذلك العيون، أمطار عاصفية إن شاء الله على الجرفية والداخل
الداخلة بإذن الله، وكذلك القويرة وإقليم أوسردة، تساقطات مطرية محتملة عاصفية إخواني الكرام. أما بالنسبة كذلك مع مرور الساعات سوف تمتد هذه الاضطرابات الجوية لتصل مناطق السمارة وقلميم وطنطان وكذلك أشت وأسا وكذلك سيدي إفني وتيزنيت وتافراوت بالفاع وإتباها وإغرم وطاطا، أمطار عاصفية كذلك متواصلة على فم مسجد وتازناخت وتليوين وأكادير وتردانت وورزازات وأوكيمدن أزميز إمنشانوت، وتساقطات مطرية حاضرة الأكز وكذلك تشينغير ومناطق أسول وإملشيل وبني ملال وأزيلال، فاحتمال ضعيف أن هذه الأمطار لن تصل إلى المناطق الغربية بسبب مرتفعات الأطلس إخواني الكرام التي تكون مانعا بعدم توصلها إلى المناطق الهضاب العليا أو الهضاب الأطلسية خصوصا اللوكوس والمناطق المجاورة. وخلال توقعات الأيام القادمة يتوقع استمرار الأجواء والغير مستقرة مع اضطرابات جوية متواصلة وأمطار الخير إن شاء الله على مناطق الجهة الشرقية وكذلك مناطق الداخل، أمطار عاصفية متواصلة على الداخل والعديد من مناطق المملكة كما تشاهدون في التوقعات البعيدة المدى، فهي ربما قابلة للتغيير، أما ثلاث أيام الأولى فتكون ثابتة بشكل كبير. احتمال إن شاء الله أن تكون ثابتة لأن التوقعات كل يوم تكون تحديثات والنماذج تشير لها، فهذا احتمال كبير أن تكون إن شاء الله هذه الأمطار الخير خلال الأيام القادمة. أمطار إن شاء الله متوقع على مناطق بوعرفة وكذلك قورامة ونان إن شاء الله وكذلك بودنيب الراشدية والريش وأسول إملشيل وأزيلال تبانت أقدير بوعشيبة وكمدن أمزميزة إمنشانوت. بالنسبة لكمية الأمطار إخواني الكرام كذلك على قلميم والداخلة وبوشتور والعيون السقوطات ما زالت متواصلة خلال توقعات الأيام المقبلة إخواني الكرام، تشير إن شاء الله الأجواء مستقرة. بالنسبة لتراكمات الأمطار خلال الأيام القادمة كما تشاهدون تراكمات على الجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية مهمة قريبا من مناطق سوس وحتى مناطق أرفود والجهة الشرقية ستعرف تساقطات مطرية جد مهمة وعاصفية. بالنسبة سوف نلقي كذلك نظر على النموذج الأمريكي إخواني الكرام ليكون في اطلاع على جميع النماذج العالمية التي نعتمد عليها في الرصد الجوي. قد تصل كمية الأمطار إلى 60 مليمتر تراكمات الأمطار. بالنسبة لتراكمات النموذج الأمريكي GFC 22 كيلومتر فيشير لتراكمات على خصوصا المناطق الشمال الشرقي للمملكة إن شاء الله. بالنسبة توقعات نسبيا بعيدة وكذلك على مناطق الجنوبية في المملكة يحتمل دخول عواصف رعدية مدارية كما تشاهدون خلال يوم الأربعاء يتشكل تساقطات مطرية، ويوم الخميس احتمال استمرار بعض الاضطرابات الجوية كذلك كما ذكر لكم في آخر تحديثات النماذج الطقس العام خصوصا النموذج الأوروبي يشير دخول عواصف رعدية مدارية قوية من الجنوب المملكة وسوف تشمل مناطق الجنوب الشرقي وأكادير وسوس إن شاء الله خلال توقعات الأيام القادمة القليلة القادمة وخصوصا بداية من يوم الخميس، فيشير النموذج الأوروبي ECMWF 9 كيلومترات فيشير لاحتمال دخول اضطرابات جوية والأمطار الرعدية ما زالت متواصلة يوم الثلاثاء، ويوم الأربعاء فيتوقع استمرار بعض الأجواء غير مستقرة، كذلك يوم الخميس اضطرابات جوية محتملة على الجهة الشرقية والواجهة المتوسطية، كذلك يوم الخميس والجمعة كذلك اضطرابات جوية محتملة على مناطق السمارة والمناطق المجاورة، احتمال هذه التوقعات تتغير وربما تدخل بشكل قوي على مناطق الجنوب الشرقي وأكادير وشمال الأقاليم الجنوبية المملكة. واحتمال كبير كذلك استمرار يوم الأحد القادم كما تشاهدون أمطار جد عاصفية وقوية سوف تشهد المملكة بحول الله في آخر تحديثات التي صدرت قبل قليل من نماذج الطقس العالمية. وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.